السلام عليكم إخواني أخواتي عشاق الطيور. اليوم جيت لكم واحد طريقة كيفاش ندرسوا الطائر ديالنا، طائر الباجي أو بما يسمى البيروش. هو طائر جميل وأسهل طائر في يعني أسهل طائر الدريساج، هو من الطيور السهلة اللي كيسهل يعني الدريساج ديالها. هادي أونتا بيروش ديالي. دابا غادي نوريكم الطريقة. إن فوا خصكم ديروا واحد القفص صغير بحال هذا، ونسدوا البيبان، ندخلوا شي بيت ونسدوا شراجم وبيبان في حالة لما صدقاتش لينا مثلا تجربة، حيت ما صدقاش لينا التجربة ما يطيرش لينا الطير ديالنا، ونعاودو التجربة مرة وجوج ثلاثة حتى يدريسا الطائر ديالنا. بسم الله نتوكلو على الله. وقلنا خصنا يكون عندنا قفص صغير. غادي نفتح القفص ديالي وغادي ندخل يدي بشوية باش يبقى الطائر في الهدوء ديالو. هو غادي يبدا يعني غادي يبدا يفر لكم من هنا لهنا النوبه الاولى، مع الوقت غادي يولف، غادي تولي تخرجوا وتخليه يطير شويه في شي بيت وتدخلوا باش حتى هو يحس باللي راه يعني بشويه الحريه فوالا. هادشي اللي كاين. يلا نبداو بسم الله على بركه الله. والآن هو خرجناه، طائر كيحس براسو بلي راه حر. هو هادشي اللي كاين إخواني أخواتي. كنشكركم على المشاهدة، وما تنساوناش بالاشتراك في القناة ديالنا، وما تنساوناش باللايك. دابا نرجعوا القفص ديالو. هادشي اللي كاين. وبنزيدكم واحد النقطه بالطريقه هذه، طريقه افيكاس. ويعني كاينين شي وحدين اللي كيتعداو على الطير، كيحيدوا ليه، كيجوعوه ما كيعطوش الماكله واحد المده، وكيدير ليه واحد شويه الماكله في يده باش كيخرجوه كذا. وكاينين شي ناس اللي كيديروا عاوتاني كيقصوا الجناح ديالو،
الطرق ماشي زعما شي طرق مزيانة. انا كيبان ليا طائر باجي اسهل طائر في الدريساج، وانتم مشتوا الطريقة راه سهلة، ونتمنى كل شيء يكون استفد. وهاد الطريقة مزيانة حتى الطائر مرة مرة نخرجو من القفص ونديرو شي بيت صغيور ونخليه يطير شوية وكذا، باش كيحس تا هو بالراحة ديالو ويحس بالحرية. يلا اوكي خوتي خواتاتي، شكرا لكم على التواصل معايا والتتبع ديالي. المهم راه ديما كاين الجديد ان شاء الله، انتوما تعاونوا معنا باللايكات وبالاشتراك ديالكم، ما تبخلوش علينا به. يلا شكرا، الله يعاونكم، باي باي.